اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. 10 لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة. إن يوم القيامة يوم يجمع الله عز وجل فيه الخلق أولهم وآخرهم، في يوم لا يغادر الله عز وجل فيه صغيرة ولا كبيرة، فكيف سيكون حالي وحالك في ذلك اليوم العظيم؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية والمعافاة. كيف سيكون حال من لم يقدر الله عز وجل حق قدره، فعبد معه غيره وتنكر لنعمه وخيره، ونسب له ما لا يليق به سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا؟ يوم القيامة يوم يشيب له الولدان، ويتخلى فيه الوالد عن ولده والولد عن والده، يتخلى فيه المرء عن أمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وإن نظر الله سبحانه وتعالى لعباده يوم القيامة رحمة عظيمة، فلا ينظر رب العالمين تعالى إلا لمن أراد أن يكرمه ويرحمه، وخاب وخسر من حرم من نظر رب العالمين سبحانه وتعالى إليه يوم القيامة. اللهم نظرك إلينا ونظرنا إليك. ومن هؤلاء الذين يحرمون من نظر الله عز وجل يوم القيامة البائع المنفق سلعته بالكذب والحلف الكاذب. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. فقال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: المنان، والمنفق سلعته بالحلف، والمسبل إزارة. وكذلك من هؤلاء المحرومين من نظر الله عز وجل يوم القيامة من لا يعطي الصلاة حقها ولا يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها، فيصلي الصلاة بسرعة ينقرها كنقر الديكة، ولا يعطي ركوعها حقه ولا سجودها حقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد لا يقيم فيها صلبه بين ركوعها وسجودها. وأيضا منهم من تجرأ على اليمين الكاذبة واشترى بعهد الله وباليمين الفاجرة الكاذبة. قال الله عز وجل في سورة آل عمران: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فهذه الآية تدل على عقوبة من اشترى بعهد الله وباليمين الفاجرة الكاذبة شيئا من حطام الدنيا، سواء كان قليلا أو كثيرا، وإن هذه عقوبته، وأنه سوف يلقى الله عز وجل فلا يكلمه ولا ينظر إليه ولا يزكيه، بل وله عذاب أليم إلى هذا العذاب الأليم، فيحصل له هذا الوعيد الشديد الذي جاء في هذه الآية الكريمة. وكذلك ممن يحرم من نظر الله عز وجل يوم القيامة المرأة التي لا تشكر لزوجها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. وكذلك الشيخ الزاني والعجوز الزانية محرومان من نظر الله عز وجل يوم القيامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله يوم القيامة إلى الشيخ الزاني ولا إلى العجوز الزانية. وذلك لأن الزنا في كبر السن أعظم من الزنا في الشباب، فالرجل كبير السن الذي فاق سنه الستين وأكثر، وكذلك المرأة الكبيرة السن إذا وقع في الزنا لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة. وكذلك مدمن الخمر والعاق لوالديه هم من المحرومين من نظر الله عز وجل يوم القيامة. فمن أعظم الذنوب التي يجب أن يحذر منها أصحابها شرب الخمر وعقوق الوالدين، فإن من يفعل هذه الذنوب لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة، كما جاء في الحديث: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان عطاءه، وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، والرجلة.
ومن المحرومين من نظر الله تعالى من يعملون عمل قوم لوط أو يأتون زوجاتهم في غير ما أحل الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه. وكذلك العائل المستكبر، وهو الرجل الفقير المتكبر، إنه لمن المحرومين من نظر الله عز وجل يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. وكذلك الديوث، وهو الرجل الذي لا يغار على نسائه وأهله. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، والديوث. وكذلك من منع الماء عن ابن السبيل من المحرومين من نظر الله يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط، ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال: والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا، فصدقه رجل. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، الآية. وكذلك من المحرومين من نظر الله عز وجل يوم القيامة الملك الكذاب. وهكذا الملك الكذاب إثمه أكثر وذنبه أعظم، لأن الله عز وجل قد أعطاه الملك وأغناه الله عن الكذب، فما الحاجة للكذب؟ وكذلك الحال مع العائل المستكبر، فإنه مع فقره وحاجته يستكبر، والغني قد يحمله الغنى، لكن هذا مع كونه فقيرا يستكبر ويستعلي. هذا يدل على أن الكبر طبيعة له وسجية له، وكذلك الكذب في الملك، مع أنه لا يحتاج إلى الكذب، فالملك هو الذي يأمر الناس ولا يخاف منهم في شيء، فلماذا يكذب؟ هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.